بالنسبة لنا احنا الشباب في الداخل في قريم جهة واد الذهب القويرة نعانوا من مجموعة من المشاكل، منها غياب المرافق الترفيهية والثقافية، يعني نضطروا عنا نمشوا فرصة هنا من السفر، يعني كاين ياسر من الأمور خاصة في الجهة، خاصنا هما اللي يعني مدارس تعودهم عنا في الجهة ديالنا، يعني في المناطق الصحراوية والمناطق زعما اللي عندها ياسر من الآفاق، ويتواجد هما اللي مشكل ديال غياب الأنشطة الثقافية هون في الداخلة ولا كاع بصفة عامة كاع المناطق الصحراوية كاملة الجنوبية. وكاين هما اللي غياب ديال المدارس العليا، حنا بالنسبة هون المنطقة عندنا نقص في اللغة الأجنبية الثانية واللغة مالي الأجنبية واللغة الفرنسية، نختار هما اللي يعودوا عن الأساتذة يعطونا وقت ويعطونا هما اللي ياسر من الدروس ديال التقوية والدعم باش داك الشيء عن هيه. وبغينا هما اللي يعودوا شي اهتمام، يعني تعود هما اللي حتى في التعليم يعودوا عاطين واحد الآفاق وواحد الأطر مالي باش يعودوا، لأن كنا الإنسان من يشد مستوى البكالوريا من يشد الشهادة ديال البكالوريا يعود عنده مشكل من يقبض شهادة البكالوريا، يعود عنده نقص في ياسر من المواد خاصة اللغة الأجنبية، يعني كيجبر ياسر من المشاكل من هون القدام، يعني ياسر من المشاكل مطروحة له من هون القدام، ونتمنى إن شاء الله هو يتحلوها المشاكل ياسر اللي عند الطلاب هون، عند الناس اللي تقرأ هون، وعند ياسر من المشاكل عند سكان المنطقة هون. أنا من الشباب اللي كنعانيو من عدة مشاكل في هذه المدينة، ومن أول مشاكل اللي كنعاني منها وخا هذا أول عام ليا في هذه المدينة هو مشكل الماء. فالماء تيتسلق لنا 5 سوايع في النهار، راه اش نقول لك، راه الانسان تيتعذب بزاف، خصوصا الشباب. الانسان الشباب كيخصو يدواش، كيخصو الماء، المهم كيبغي يخرج معاه، تلقى المشكل في الماء، انه خصك تفيق بكري باش تعمر الماء. وكاين مشكل ثاني ديال الحريه، انه الانسان ما تيلقاش الحريه ديالو بحال في المدن الكبرى. الحريه انه الانسان تيبغي، عرفتي، هو كاين الشبهه، ما يتسمى بالشبهه، تبقى خارج مع واحد البنت تيبقى كلشي تيهضر، وخصوصا السلطه، فالسلطة كتحكر على هذه القضية، وهذا الشيء تيجعل الإنسان تيتحدى السلطة في هذه القضية، أنها تيتحدى باش كيديرها. وكاين مشكل آخر ديال قلة لي صواري، المشاكل اللي كنعانيو منها حنا في مدينة الداخلة هي قلة المرافق العمومية وكذلك المراكز الترفيهية، ما كنلقاوش الجمعيات اللي نمشيو ليهم باش نقضيو وقت الفراغ ديالنا. وكذلك كنعانيو من البنية التحتية في المدينة، بنية بحال الى عايشين في البادية ما كنحسوش براسنا في المدينة، وكذلك الشباب وما كاينش الاحترام، ما كيحترموش الدريات اللي دايزين حداهم، وبزاف د الحوايج كنعانيو منهم هنايا. وكذلك كنعانيو من المخدرات وبزاف د الحوايج. الشباب كما تنعرفوا هو عماد المجتمع، هو اللي تيدير عليه جميع الطموحات والامال ديالو، دونك خاصنا نحيطوا الشباب واحد الرعايه وواحد العنايه خاصه، حيت تيدوزوا من واحد المرحله حساسه اللي هي المراهقه، حيت شي وفي المجتمع ديالنا تيتعرضوا لعده مشاكل خصوصا خارج المدرسه، لان المدرسه تيكون عندها واحد الاطار مرجعي تيدير تحددها، تيتعرض لعده مشاكل اجتماعيه مثل التحرش وغيره والمخدرات، وهذا كله ناتج عن عدم التربيه من طرف الاسره اللي تشكل هي المربي الاساسي للشباب ثم المدرسه. الشباب وسط المدرسه تيعانيوا من عده مشاكل في حاله الا كانوا خارجين على القوانين، حيت تعرضوا للاهانه والضرب، ولكن هذا الشيء لا كان شيء مخالف ضد القوانين اللي محدده التناول. الترمير هو ظاهره في المغرب بصفه عامه، وذلك بسبب الانفلات اللي عرفوا المغرب، وهو تنشوفه انا من الراي ديالي هو ضعف الشخصيه وعدم القدره على اثبات الذات، لهذا يلجا البعض الى اثبات ذاتي على حساب الاخرين بلباس او حلاقه غريبه او لبس لباس غالي الثمن باهظ لاثبات الذات، بل يجب الانسان ان يثبت ذاته بالافعال والاقوال. بالنسبه للشابات تتعرضوا لعده مشاكل خارج او داخل المدرسه من طرف الذكور، تحرش جنسي او الاغتصاب او العنف، وهذا غير اذا كانت شابه محترمه نفسها لابسه شيء لباس خارج او
منحل. تراجع العلمي عند الشباب هو سببه الرئيسي هو تطور التكنولوجيا الذي عرفه القرن 21، وذلك بسبب كثرة وسائل الإعلام، وبحيث تجد عن أن كل شاب معظم وقته يشغله بوسائل الإعلام التافهة ولا يذهب إلى الوسائل الإعلام التي تفيده في حياته المدرسية، بل يضيع وقته في أشياء لا فائدة. المشاكل اللي كان عندي بالمدينة الداخلة، فأني أنا أول عام لي في الداخلة، فكنشوف مشاكل أولا داخل المؤسسة، التلاميذ كيتعطاو مخدرات بزاف، وقلة المرافق العمومية في المدينة، فهناك فراغات بزاف اللي كيخلوا التلاميذ أنهم يتوجهوا للمخدرات والإدمان بزاف. فمن مدينة الداخلة هناك بنية تحتية كذلك من المشكل الأساسي وقلة الماء في مدينة الداخلة، فممكن نشوفوا كيطلق أقل 5 سوايع في النهار ولا 4، فهناك مشاكل عدة في مدينة الداخلة، فكنتمنى أنها تتحسن. الشباب في فترة المراهقة كيعانيوا بعدة مشاكل في المجتمع عامة، إذا كنلقاو أن الشاب يعني معرض في حالة عدم تماسكية بالأسرة، ما كتكونش واحد النظام محكم، كنلقاو أنه معرض لعدة آفات اجتماعية كالتدخين، مخدرات، الإجرام إلى آخره. وأيضا على مستوى المدرسة كنلقاو أن الشاب عنده عدوانية مع الأستاذ ديالو، وكيدير واحد العدوانية، ما كيخرجش التمارين، كيغيب بزاف باش يفرض الذات ديالو قدام الاخرين او الرجوله ديالو، وباش يلفت الانتباه ديالهم. وهذا السلوك بصراحه ماشي ما كيتبتش الرجوله ديالو، بل انه كيحطم الشخصيه ديالو قدام الناس. خصو يكون متشبت في الدراسه ديالو وبالمجتمع يعني الايجابي، والاسره ديالو يتقبل كاع النصائح اللي كتعطوا له، وما يظنش ان الافكار ديال الاسره والوالدين متخلفه وقديمه، لان الاسره هي اساس المجتمع.